السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولود قاسم نايف القاسم رجل أحب الجزائر وخدمها من موقعه منذ أن كان طالبا إلى الثورة إلى الاستقلال، حارب من أجل أن تعرب الجزائر وترجع إلى عربيتها الأصيلة، رغم أنه أمازيغي. خدم اللغة العربية والإسلام وهو بين شرذمة من الاستيصاليين الذين يكرهون الإسلام فضلا على العربية. الموضوع موثق، تجدون رابطه في الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك مثل هذه الموضوعات. نلتقي بعد الفاصل. في جانفي 1927 ولد قاسم نايت بالقاسم، ترعرع مع 4 إخوة في بيت في وسط قرية بالعيال في مدينة أقبو في ولاية بجاية. نشأ فلاحا وحفظ القرآن وهو صغير على شيوخه مثل العلامة طاهر أيت الجد، وفي هذه الأثناء التحق بالمدرسة الابتدائية ثم بمدرسة التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء المسلمين بقلعة أيت عباس، حيث نال هناك شهادة الكفاءة. وبعد تشبعه بالثقافة الإسلامية خرط في حزب الشعب الجزائري من 1946 إلى 1949. في هذه الأثناء لم يتوقف على التحصيل العلمي، حيث سافر إلى تونس وتحصل على الشهادة الزيتونية في عام 1949. وعندما كان في تونس كان لا يكتفي بدروس الجامعة، بل كان يأخذ العلم من كبار العلماء أثناء حضورهم لإلقاء المحاضرات في الخلدونية، وكان يسجل كل المعلومات في كراس خاص. ثم سافر إلى فرنسا ثم إلى القاهرة ليحصل على ليسانس في الفلسفة عام 1954 بدرجة MTS. ثم انتقل إلى باريس مرة أخرى لنيل الدكتوراه من جامعة سوربون تحت عنوان الحرية عند المعتزلة، ولكن لم يستطع إكمالها، وهذا تلبية لنداء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين. وعندما اندلعت الثورة التحريرية عين نائب رئيس ممثلية أوروبا، وكان يصول ويجول ليعرف بالقضية الجزائرية في ألمانيا، وكان يحاضر باللغة الألمانية، ولم ينسى حلمه بالدكتوراه فسجل في التشيك الدكتوراه بعنوان الحرية عند مانويل كونت. ولمضايقة فرنسا لم يستطع إكمالها وبقى متنقلا بين ألمانيا وسويسرا إلى غاية 1961، حيث جاء وقت المفاوضات فكلفه الطرف الجزائري بإعداد دراسة ليرد على المزاعم الفرنسية أن الصحراء ليست جزائرية، وكان الرد حازما وواضح بالأدلة على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من الأرض الجزائرية. وبعد الاستقلال أصبح مستشار للرئيس من 1966 إلى 1970، ووزير شؤون الدينية والتعليم الأصلي من 1970 إلى 1977. رافق الرئيس بومديا في معظم رحلاته، حيث في فترته نظم ورسخ للتعليم الأصلي الذي هو في منظور مولود قاسم هو التعليم الحر قائم على اللغة العربية والتعليم الديني مع بقية العلوم، حيث كافح طويلا ليبقى ولكن ألغي مع الميثاق الوطني، وأنشأ الجامعة الإسلامية وأسس وأثرى ملتقيات الفكر الإسلامي. مولود قاسم أحب الجزائر ولم يبخل عليها بالغالي والنفيس، فأعطاها من فكره وجهده ووقته، فبوسطيته كان يريد الجزائر قوية بدينها الإسلام ولغتها العربية وتاريخها، منطلقة ومتفتحة على العالم نحو المستقبل. ومن أجل ذلك ألف كتب عديدة من بينها الإنية والأصالة، وكتاب الأصالية أم الإنفصالية، وكتاب شخصية الجزائر الدولية قبل 1830. كان هاجسه تصحيح الأفكار وترسيخ في الأذهان أننا أقوياء بجزائرنا وديننا الإسلام ولغتنا العربية، فكان له المهد الطريق لخروج اليد للجزائر لمفدي زكريا، حيث ضبط التسلسل التاريخي للجزائر، فكانت إلياد الجزائر شعرا بمنهاج تاريخي للجزائر من 300 قبل الميلاد إلى يوم أُلفت الإلياذة. ولمولود قاسم مصطلحات دقيقة مثل الانبطاح، الإنية، الاستثمار، المنكوبة إلى آخره. مولود قاسم يتقن أكثر من 7 لغات جعلت منه يمتلك ثقافة عالمية منفتحة على العالم، له ذاكرة قوية وهو ذو اطلاع واسع.
له مواقف رجل معتز بوطنه ودينه، منها حينما ذهب إلى الاتحاد السوفيتي رفض أن ينزل من الطائرة لأن الذي كان في استقباله ليس وزير، وقال الجزائر تستحق أكثر من هذا، رغم أنه أمازيغي إلا أنه يعرف بأب التأريب في الجزائر. كان يقول اللغة العربية ليست عاجزة، ويضرب المثل بالكيان الصهيوني الذي يستعمل العربية في العلوم. عودة لقمة سائغة للمتشردين في الأرض، للخليط الذي جاء من سائر أنحاء العالم ويدرس الآن كما قلت بالأمس، يدرس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وكذا وكذا إلى آخره باللغة العبرية، ولكن باصطلاحات اللغة العربية، من اللغة العربية التي نقول نحن عنها إنها عاجزة ولا تؤدي الغرض. هذا فقط يكفي، هذه فقط الأخيرة، هذه نحو كل شيء، خلوا العنوان فقط وحدة أم وحدة، ونقفز إلى الكلمة الأخيرة. اللغة في صهيون، في تل أبيب اليوم، في فلسطين المحتلة، اللغة العربية تخدم العلوم والتكنولوجيا والإلكترونيك والطيران وإبداع وكذا وكذا، ونحن نقول إنها عاجزة. هم يعملون يستعملونها، يستعملون سيفنا ضدنا، ونقول نحن نقول إن هذه السيف أصابها الردع. كان مثير للجدل لافتخاره بيغورطة، ويقول من أعظم ملوك التي حكمت الجزائر. وبعد كل هذا ألخص لك شخصية مولود قاسم نيت بالقاسم بإثنتين، الأولى بأن له بنت اسمها الجزائر، وله ابن سماه يغورطة، توفي في 27 أوت 1992. رحم الله مولود قاسم نيت بالقاسم. إخواني أتمنى أن ينال إعجابكم الموضوع، لا تنسوا اللايك الجميل ومشاركة الفيديو للتعريف بالشخصيات الجزائرية لكل العالم. إذا كنت جديد اشترك وفعل الجرس، ننتظر تعليقاتكم بصدر رحب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.